السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراعي الرسمي للشتاء مخبوزات تكون دافية طالعة من الفرن بريحة ونكهة انت بتحبيها، سواء كانت فطيرة في الخلاط بمجموعة من الفواكه اللذيذة جدا، او حتى كيكة بنكهة القرفة وعليها الصوص بتاعها الخفيف الجميل، او بسكوت كده بطعم الشوكولاتة صحي ولذيذ، حاجة كده خفيفة جدا للفطار او حتى سناك، او حتى تشورس اسباني. التشورس هي حاجة شبه بلح الشام، بتتعمل بعجينة سهلة جدا جدا. كل المخبوزات النهاردة هتكون من غير عجن وطريقتها هتكون سهلة جدا، فيديو مجمع لأفكار اكيد اكيد في حاجة فيهم هتكون ذوقك. وتعالوا النهاردة نبدأ على طول بفطيرة الخلاط السريع. هنستعمل النهاردة الشوفان فيها، فهتكون من غير دقيق ابيض او حتى نشا. هنستعمل كمان، مش هنستعمل سكر للتحلية، هنشوف اللي احنا بس في النهاية ممكن نحليها بأي عسل أو دبس التمر أو دبس الرمان كمان. هستعمل الشوفان اللي هو بيكون كامل الحبة، أي نوع حليب يفضل طبعا يكون حليب كامل الدسم عشان يكون فيه كل الفوائد، بلاش نستعمل الحليب اللي هو ولا قليل ولا خالي. كمان هستعمل بيضتين والفانيليا. إذا المقادير مكتوبة. لفطيرة الخلاط السريعة هنحتاج كوب شوفان، كوب حليب، بيضتين، فانيليا ورشة ملح، والفاكهة اللي هتكون على الوش عبارة عن فراولة وتوت. هجيب الخلاط واحط فيه كوباية من الحليب، كوباية من الشوفان اللي انا وريته لكم كامل الحبة، والبيضتين هحط بس بيضة بيضة عشان ايه لا قدر الله لو البيضة فيها اي مشكلة ما تبقاش تبوظ لي يعني كل المجهود وكده. ودي البيضة التانية. البيض والحليب بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وهحط دلوقتي الفانيليا سواء السائلة او البودر، وهحط رشة ملح بسيطة جدا، رشة ملح يا سلوى وهو حاجة يعني مسكرة. ايوة. هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها، واهم خطوة اللي انا هدهنها كويس جدا، يعني معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، وابتدي افرشها كده في الصينية. مهمة جدا الخطوة دي عشان ما تلزقش معايا وتديني نتيجة اللي احنا متوقعينها. خلي بالنا ان احنا لسه ما عملناش حاجة في الخلاط. هجيب الصينية دي كده بعد ما حطيت عليها الزيت، هدخلها الفرن تسخن شوية. وهي فاضية كده؟ ايوه وهي فاضية. هدخلها هو معاكو، وعلى طول بقى نبتدي نضرب الخلاط اللي هو فيه البيض والحليب والشوفان ورشة الملح والفانيليا. نضربه كويس جدا حوالي دقيقة او دقيقتين، يعني ده بيكون شكله كده سايل كده. نروح نجيب الصينية اللي هي في الفرن اللي بقالها حوالي دقيقتين او ثلاثة. نخلي بالنا بس عشان طبعا سخنة، ونصب الخليط اللي احنا حطيناه في الخلاط. طيب الفاكهة اللي انت بتحبيها دلوقتي، انا عندي في الفريزر فراولة وتوت. فتشكيلة من الفراولة والتوت، الحاجات دي بتبقى طعمها حلو جدا. ده نوع التوت اللي انا استعملته، توت مجمد. طبعا تقدري تستعملي فراولة بس او توت بس او اللي انت تحبيه. هحطها كده وهي مجمدة، يا دوب اللي انا قطعتها كده صغير. والفرن طبعا لسه شغال، يعني هدخلها الفرن، هي الفرن سخن. هحطها على درجة حرارة عالية جدا، يعني اقصى درجة حرارة عندك في الفرن هتدخليها الاول. يلا ندخلها على الفرن. بعد حوالي 20 دقيقة هنفتح عليها، مش قبل كده. هنلاقيها اللي هي دخلت يدوب كده في السوا، ومحتاج الوش بتاعها يحمر شوية، فهفتح عليها من فوق. يعني اذا اول مرة ال20 دقيقة كانت فقط من تحت، وبعدين هفتح عليها من فوق. هسيبها حوالي يعني 5 دقايق كمان او لحد ما احس ان هي استوت. كل فرن بيكون مختلف عن التاني، وده بيكون شكلها. وهي دافية، لو عايزة تضيف لها اي حاجة تسكرها شوية فممكن تحطي شوية او قطرات من العسل الابيض، او حتى دبس التمر او دبس الرمان. على العموم شكلها بيكون وطعمها في منتهى الجمال.
وتعالوا نخش على الوصفة التانية اللي هي هتكون كيكة القرفة، من الحاجات الجميلة جدا واللذيذة وكمان سهلة. النهاردة هعمل مقدار يكفي 2، فلو عايزة تعملي مقدار 1 المقادير برضو هتكون مكتوبة لكمية واحدة. شايفين ولا أروع من كده؟ من جوه بتكون هشة ولذيذة جدا. نحتاج لربع كوباية من الشوفان المطحون، ثمن كوباية من الحليب، وكمان طبعا القرفة، لأن النهاردة هتكون كيكة القرفة يعني لذيذة جدا وغنية جدا. رشة الملح، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبيضتين. هي دي كل المقادير النهاردة اللي هتعمل لي 2 كوب كبير من الكيك القرفة أو السينابون. معايا كمان سكر ستيفيا على حسب الذوق وعلى حسب الرغبة، عشان الكيكة دايت بنستعمل سكر دايت يكون مفهوش أي سعرات حرارية وكمان آمن جدا. على طول كده عايزة أقلل المقادير، في ربع كوباية الشوفان هحط عليها مباشرة يعني حوالي ربع معلقة من القرفة المطحونة. بصوا مش قادرة أقول لكم قد إيه جمال الكيكة دي أو السينابون ده. هحط رشة الملح وكمان ربع معلقة من البيكنج باودر. دي المواد الجافة اللي عندي اللي هي هتكفي زي ما قلنا 2. لو انت عايزة نص المقادير كاتباها لك ان شاء الله في اخر الفيديو، عشان تعملي 1 فقط تقدري تاخديه كوجبة سعراته الحرارية ما بتعديش 200 سعر حراري. دلوقتي انا جهزت المواد الجافة، ناقص اللي انا اجيب البيضتين دول وابتدي افصل الصفار عن البياض. بطريقة سهلة جدا هتجيبي وعاء ناشف تماما، ودي خطوة مهمة، هتحطي فيه البياض والصفار مباشرة هتحطيه على الحليب. دي البيضة الاولى ودي البيضة التانية. نقدر نحط رشة الملح على البياض او نقدر نحطها على المواد الجافة على حسب ما احنا عايزين. على البياض بتساعد ان هو يكون متماسك بسهولة. دلوقتي صفار البيض مع الحليب هبتدي اقلبه كده واحطه على جنب. شايفين كده المكونات عندي بسيطة ازاي؟ نقلبها كويس. بس البيض طبعا بيكون بدرجة حرارة الغرفة. هحاول اقول كل حاجة ممكن تخلي الكيكة دي تنجح معاكي بالتفصيل الممل، واللي مش حابب او عارف خلاص ممكن يجري الفيديو. هي بتجري كده ليه؟ هبتدي اخفق بياض البيض على سرعة الاول متوسطة، وبعدين نبتدي نعلي السرعة بالتدريج. بيبتدي اللون بتاعه يتغير كده، وده هيكون الوقت المناسب لنا احط السكر. تعالوا بقى كده نعمل ستوب كده ونتكلم على السكر. كل واحد بيكون ليه مزاج معين او حب لكمية السكر بطريقة معينة. تقدري تحطي باكت 2 3، فممكن تحطي باكتين. انا حطيت ظرف فيه 2.5 جرام من سكر ستيفيا. هبتدي اكمل خفق لحد ايه بقى، هوريكم بالظبط. الموضوع ده تقريبا بيقعد 5 دقايق. شايفين كده المرحلة دي؟ خلاص مجرد ان هو تماسك وعمل معايا زي الكريمة كده، هشيل المضرب وانا كده يعتبر خلصت. خطوة بقى مهمة جدا، وورايا بنتي على فكرة وانا بصور بتقولي ليه ماما دايما بتعني الخطوة دي. خطوة ان انا باخد شوية من بياض البيض وبخفف بيه الصفار مع الحليب، لان الكثافة لازم تكون الى حد ما قريبة. لو انا حطيت مباشرة صفار البيض اللي انا قلبته مع الحليب مباشرة على البياض، هيبتدي يهبط ويبتدي كل المجهود اللي انا عملته يقل. والخطوات دي احنا عملناها كتير، ولكن برضو انا مش ضامنه ان كل الناس هي بتشوف نفس الفيديوهات كل مره، فبحاول ان انا اكررها واعيدها عشان اللي ما يعرفش. بالتدريج كده نزلت كل المقدار، وهحط دلوقتي الشوفان اللي انا حطيت عليه المواد الجافه التانية، وابتدي اقلب من تحت لفوق بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نكمل بقية الخطوات اللي برضو افتكاسات مختلفة. هاخد حوالي 2 أو 3 معالق من الخليط ده. عايزة ازود نكهة القرفة جدا، فهحط تاني ربع معلقة من القرفة، وهحط معاها 0.5 معلقة من الكاكاو او ربع معلقة على حسب ما انا عايزة. وبعدين ابتدي اقلب كده. والخليط ده عشان يكون سهل معايا ممكن ما نعملش الخطوة دي، لو احنا مش عايزين ممكن نحطه في كيس
عشان احطه في كيس بطريقة سهلة، هجيب الكوباية واحط فيها كيس كده وانزل الخليط. عارفين احنا طبعا لفائف القرفة او السينابون بيكون فيه كده من جوه لون القرفة والسكر والزبدة، احنا هنا ما استعملناش اي مواد دهنية، وهنشوف الطعم هيبقى رائع ازاي وهنجيب الطعم بعد كده منين. وعلشان نسويها هنستعمل اي كوبايات عندك يكون نوعها كويس او منجات، ولو ما عندناش كوبايات او منجات نقدر نستعمل قوالب الكب كيك العاديه، بس بشرط ان احنا ندهنها باي دهنه من زيت جوز الهند. هنحط خليط الكيك وبعدين هنوزع الخليط التاني عليه وهنقلبه. هنشغل الفرن عند درجه حراره 180 عشان لما يدخل الكيك يكون الفرن سخن قبلها. هتقعد حوالي 20 دقيقه، وبعد 20 دقيقه ريحه في منتهى الجمال. ويلا نعمل لها صوص الجبنه. مكعب واحد من جبنه، اي جبنه كيري او جبنه كريمه، وكمان شويه صغيرين من العسل الابيض وفانيليا ورشه قرفه وشويه صغيرين من الميه في اي محضره طعام او خلاط او اي حاجه هتخلط معاكي. وهنبتدي نحط الحاجات البسيطه دي، الميه والفانيليا، سواء كانت برضو فانيليا بودر بتكون برضو حلوه، ومكعب الجبنه وشويه من العسل، ونخلط في الخلاط. وخلاص كده الكيك هيكون برد معانا وجاهز اللي احنا نحط عليه الصوص الجميل ده. طبعا نقدر نستغنى عنه لو احنا مش عايزين. ودلوقتي هقلبه وهستمتع بيه، وصفة جميلة جدا وشخصيا بعشقها، وعليها بقى رشة قرفة من فوق. وخلاص كده هسيب لكم برضو المقادير مكتوبة عشان ايه تبقى متوفرة عندكم، والمقادير هتبقى مكتوبة لعمل مج واحد فقط، تقدر تضاعف المقادير لو عايزة اكتر من كده. سينابون دايت افتكاسة سنسونة سلوى، العمل مج واحد فقط. هنحتاج 8 كوباية من الشوفان، 60 ملي من الحليب اللي هو نص كمية الشوفان عندي، بيضة واحدة، 8 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ولو عايزين نحط سكر دايت والقرفة طبعا، ورشة ملح صغيرة جدا، والفانيليا للنكهة. وعلشان نعمل التوبينج اللي هو بالجبنة هناخد نص بس مكعب الجبنة، شوية مية صغيرين، ونقطتين عسل عشان الطعم، وشوية من الفانيليا، وهنستمتع بأحلى كيكة بنكهة القرفة، مشبعة ولذيذة جدا. وشايفين قد ايه بتكون هشة، يعني ما شاء الله ارتفاعها بيكون حلو. وتعالوا بقى نفتحها من جوه نشوف شكلها عامل ازاي. طبعا هي طرية وحلوة جدا، ريحة القرفة في البيت من الحاجات اللي بجد يعني لا تحتمل. فيلا على طول نفتحها. وكده دي كانت تاني وصفة النهاردة معانا، عاملة بالظبط زي القطن، شايفين ولا اروع. ويلا نخش على الوصفة اللي بعد كده، اللي هتكون عبارة عن بسكوت خفيف جدا صحي بشكل يعني مش متخيلينه. كمان مكوناته بسيطة جدا، من غير بيض ولا سكر ولا زبدة ولا حليب، يعني عارفين كده لو عايزة تاكلي حاجة حلوة على السريع لشخص واحد كده الكمية هتكون مناسبة جدا كوجبة فطار. ويلا نشوف هنحتاج ايه. هستعمل فيه نوع دقيق اول مرة استعمله هنا على القناة، اسمه دقيق الدخن. الدخن بيجي كده على شكل حبوب، واحنا بنطحنه بنحصل على الدقيق ده، من الحاجات المفيدة جدا اللي بتمنى ان انتوا تعملوا بحث عليه وتشوفوا الفوائد والعناصر الغذائية العالية جدا، بيعالج الامراض، ومن الحاجات المنتشرة دلوقتي والناس ابتدت تاخدها كبديل للدقيق. كتبت لكم الاسامي بتاعته عشان كل حد يشوف في البلد عنده اسمه ايه. هستعمل كمان شوية حاجات بسيطة وبرضو صحية، نوع كاكاو خام يكون من غير سكر، نوع عسل نحل يكون كويس، وهستعمل الطحينة او الهردة او الراشي اللي هي بتكون مصنوعة 100% من السمسم، كمية بسيطة جدا من البيكنج باودر عشان البسكوتة بس ما تبقاش مكتومة، والنكهة اللي احنا بنحبها سواء كانت الفانيليا او القرفة. ويلا على طول اكتب لكم المكونات على الشاشة ونحط كل المكونات على بعض. هستعمل حوالي معلقة ونص كبيرة من العسل، وكمية العسل بتكون على حسب الرغبة، عايز زي ما احنا بنحب نقدر نحط الكمية. معلقة واحدة كبيرة من الطحينة، وهحط كمان الفانيليا سواء كانت البودرة او السائلة اللي متوفر عندك استعمليه، وديها بس كده تقليبة.
انواع الحاجات اللي ما بياخدش وقت خالص، وانا عامله كميه بسيطه علشان تجربوها الاول وتشوفوا طعمها لذيذ بالنسبه لكم ولا قد ايه كده. هحط حوالي معلقه كبيره من الكاكاو الخام ونص معلقه مش مليانه، يعني شايفين كده مش مليانه، من البيكنج باودر. والناس اللي معترضه على البيكنج باودر ممكن تشيله عادي خالص. وهبتدي اقلب، وفي الوقت ده هحط كمان 3 معالق كبار من الدخن او دقيق الدخن اللي احنا اتكلمنا عليه، واللي يا ريت تدوروا بنفسكم وتشوفوا الفوائد بتاعته، يعني قد ايه من الحاجات الصحيه واللذيذه جدا. هو ليه نكهه مختلفه عن الدقيق وعن الشوفان وعن الشعير، ليه نكهه كده خاصه بيه. واعتقد اللي هم في السعوديه والعراق وفي بعض الدول العربيه يعرفوه، في مصر تقريبا هو اسمه البشنة لو انا بنطقها صح، ودوروا عليه عند العطارين والاماكن اللي بتبيع دايما الحاجات اللي هي بتكون زي الشعير والحاجات دي هتلاقوه عندهم. دلوقتي انا جبت اي ورقة خبز ودهنتها وحطيت في البسكوت اللي احنا عملناها، ومعايا كده حتة صغيرة من الطحينة، ببتدي اعمل كده فيها زي يعني كأنها شوكولات شيبس يعني، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي ربع ساعة. ده بيكون شكله بعد ما بيطلع من الفرن ولا ريحته. طبعا هنستمتع بيه مع مشروبنا اللي احنا بنحبه، فده يعتبر لوحده وجبة. ومن وجهة نظري دي حاجة تكون جميلة جدا لو احنا عايزين نفطر حاجة مختلفة ومغذية وكمان سهلة وسريعة، وهتدينا فيتامين وهتخلينا شبعانين طول اليوم. تعالوا بقى نخش على الوصفة اللي هي بعد كده، ودي هتكون حاجة مختلفة وبرضو هتكون سريعة ومن غير عجن عن الحاجات اللي هي عملناها في أول الفيديو. ده هيكون بديل لبلح الشام، ولكن هو اسمه تشورس أسباني بطريقة صحية. شوف وصفة التشورس الأسباني بالشوفان وكمان دايت محسوب السعرات الحرارية. هنحتاج لتلتين كوباية من المية. حابة أوضح يعني ايه تلتين اهي؟ التلتين يا جماعة اقل من التلات ارباع، يعني تقريبا 150 ملي. كمان هحتاج للشوفان اللي هو بيكون مطحون تماما، معلقتين كبار من الزبدة، ظرف اي نوع سكر دايت، انا بستعمل ستيفيا عشان ما فيهوش اي سعرات حرارية، بيضة واحدة، وهنحتاج رشة ملح، رشة فانيليا، ربع معلقة صغيرة من بيكنج باودر. ويلا على طول نروح نعمل الوصفة السهلة جدا. في اي حلة تكون استلس هحط تلتين كوباية من المية، مباشرة عليها هنحط ظرف ستيفيا او معلقة سكر، اي نوع سكر انت عايزاه، معلقة واحدة كبيرة، معلقتين كبار من الزبدة، وهنسيب الزبدة دي تسيح في المية، مش هنخليها تغلي. قبل ما تغلي هنشوف هنعمل ايه. مجهزين 10 معالق كبيرة من الشوفان المطحون. ولو عايزين فيديو ازاي نطحن الشوفان ونخليه كده عامل زي الدقيق بالظبط اكتبولي تحت في التعليقات. وكمان لو عايزين فيديو اقول لكم ازاي تحسبوا السعرات الحرارية لاي حاجة بطريقة مبسطة وسهلة جدا، يعني قبل ما تاكلي اي حاجة تحسبي السعرات الحرارية اكتبولي، وان شاء الله اجهز لكم فيديو كده سريع. دلوقتي انا حطيت 10 معالق كبيرة من الشوفان واقلب واقلب واقلب، كل ده على نار هادية جدا، شايفين كده. في الاول احس ان هي مكلكعة، وبعد كده بتنعم معايا بشكل ناعمة جدا كده. خلاص كده لمت العجينة وبقت ناعمة، خلاص كده. طبعا هي سخنة لسه، وهي سخنة نبتدي نحط عليها الفانيليا ورشة الملح وكمان ربع معلقة من البيكنج باودر ونقلب. طيب كده كل اللي ناقص عندنا هي البيضة، والبيضة لازم لما اجي احطها يكون الخليط برد شوية. في الوقت ده انا بجهز بقى سكر وقرفة وشوية فانيليا، وكمان بجهز صوص شوكولاته كده عشان اللي حابب ياكلها كده او كده يكون موجود.
اجهزه، ممكن احطه شوية في التلاجة. دي طبعا محضرة الطعام الجديدة اللي احنا عملنا مع بعض عليها ريفيو. هجيب اي صينية وادهنها زبدة كده بالفرشة، وقالب البلح الشام او القمع بتاع بلح الشام الكبير ده، اي قمع تقدري تشكليه. احنا عملنا امبارح اللي كانت بالدقيق، عملناهم ميني كده وصغيرين، دول بقى احسن ليهم اللي هما يبقوا كبار، علشان بيكونوا احلى يعني، بالشوفان بتكون احلى. دلوقتي هي خلاص بردت، وهقلب البيضة كويس جدا. بصوا مجرد ما احط البيضة اقعد اضرب شوية، علشان البيضة لازم تتجانس كويس جدا مع الشوفان. في ناس في الخطوة دي بيشغلوا المضرب، ولكن انا مش شايفة ان هي ليها لازمة. لو احنا ضربنا كويس خلاص كده هتطلع مفرغة من جوه، وريحتها تبقى في منتهى الجمال. يعني انا من وجهة نظري ان هي طلعت احلى من اللي كانت بالدقيق. كل واحد طبعا على حسب ما بيحب، وعلى حسب النظام اللي هو ماشي عليه. انا طبعا دايما بشجع الاكل الصحي والحاجات الصحية، ولكن لو كل فترة كبيرة بتعملي حاجة تكون لايت مفيش اي مشكلة. هبتدي اشكلهم بالشكل اللي انا عايزاه والمقاس اللي انا عايزاه. اشغل الفرن على درجة حرارة 180، عشان لما اخلص يكون الفرن سخن شوية. اعمل برضو الشكل الحلزوني زي ما عملنا امبارح اللي هي بالدقيق، عملنا فيها الشكل الحلزوني ده وكان شكلها حلو جدا. بنحاول نعمل كل حاجة بطريقة صحية ولايت. اهو كده خلصت. هتخش الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي 20 دقيقة. هراقبها طبعا وهي في الفرن، واول ما الاقيها كده خلاص احمرت من تحت، ممكن تحتاج شوية حاجة بسيط جدا يعني من فوق، تفتحي عليها كمان حوالي 3 او 4 دقايق. شورس اسباني بالشوفان افضل بديل لبلح الشام وبدون سيرب او اللي هو الشربات. الكمية كلها فيها 470 سعر حراري. هنحتاج لعشر معالق كبيرة من الشوفان الناعم، 2 كوباية من المية، معلقتين كبار زبدة، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبيضة، رشة ملح، ورشة فانيليا. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.